Hello everyone. Kinds of nouns. أنواع الأسماء في اللغة الإنجليزية. The first kind proper nouns أسماء العلم. هي أسماء بتستخدم لتسمية الأشخاص أو الأماكن أو الأسماء الشهور أو أيام الأسبوع أو الدول أو المدن. وبيكتب الحرف الأول كابيتال لو احنا في بداية الجملة. وطبعا ما ينفعش نحط لها a او an articles او اداه التعريف ذا like word george cairo germany friday ما ينفعش نضيف لهم articles. تاني نوع common nouns اسماء النكره، ودي اسماء بنستخدمها علشان ندل على نوعيه من الاشخاص او الاشياء او الاماكن، وممكن نكتب الحرف الاول كابيتال في بدايه الجمله وبيكون صغير في منتصف او في نهايه الجمله، وممكن نسبقها a او an او نحط لها the كأداة تعريف زي man teacher cat book city. هي common nouns اسماء نكرة نستطيع ان نضيف لها articles a or an or the كأداة تعريف. تالت نوع من انواع الاسماء material nouns اسماء المادة، وأسماء المادة اللي هي حاجة مادية أو حاجة زي الووتر زي الساند الرمل السنو الثلج ايرون المعدن اكسجين الاكسجين اير الهواء. دي حاجة تعتبر material nouns. دي أسماء لو احنا جبناها في أول الجملة ممكن نستخدمها capital، وممكن تكون small letter لو جت في منتصف أو آخر الجملة، وما ينفعش نحط لها a or an كأداة تنكير لأنها لا تجمع. Uncountable nouns. ربع نوع أسماء الجمع اللي هي collective nouns، ودي أسماء بتطلق على مجموعة من الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء على اعتبار هذه المجموعة كاتيجوري فئة اسم كيان لوحده، والحرف الأول بيبقى كابيتال لو جت في بداية الجملة ويكون صغير لو جت في منتصف أو في آخر الجملة زي like word crowd army fleet flock crowds arms fleets. اشترك بالقناة ليصلك الدروس القادمة، ولا تنسى وضع لايك على الفيديو ولمتابعة كورس جرامر كامل من بدايته سوف تجده في صندوق الوصف link English grammar online. خامس نوع abstract nouns الأسماء المعنوية، وهذا النوع هو آخر نوع في الأسماء. هي أسماء بتطلق على خاصية حالة أو شعور معين، وممكن يكون الحرف الأول كابيتال في بداية الجملة like joy ابتهاج love ضحك pleasure سرور، ولو جت في منتصف الجملة أو في آخرها بتبقى small letter ما بتبقاش كابيتال. كان معكم ميس فريدة عزت. Thank you for watching and goodbye.